السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالد من معرض إمام الدين للسيارات. طبعا فيديو بشكل سريع ومختصر. اليوم عندنا تويوتا لاند كروزر الكبسولة أو الربع أو الحبة ونص، مدري حبة وربع على قول إخواننا اليمنيين، الموديل 2016 وارد الخليج، مواصفات تقريبا بوليسية. فيه بعض الزيادات اللي هي مثلا زي ما تشوفون زي ما تلاحظون إن الصدام ملون، ان المرايات كروم. عموما السياره من داخل بوليسي تقريبا 90%. سياره وارده خليج 2016. نتكلم عن مواصفاتها بشكل سريع ومختصر لان ما فيها اي مواصفات لحد يتحمس زياده، خاصه لعشاق الربع. طبعا السياره من الخارج هذه موديل 2016، حتى الشكل حقها الشبك ما هو متطور، عندكم ازياق البيبان ما هي موجوده ولا اي جناح ولا اي شيء، يعني بوليسي نوعا ما. هذه يحبون زياده اهل النصب، خاصه ان المراتب متقابله الخلفيه ما هي عرض، المراتب متصله الاماميه. طبعا اتكلم بشكل سريع عن المحرك، فهو 4000 سي سي 6 سلندر V6. طبعا 230 حصان، هي الماكينة القديمة ما هي الماكينة الجديدة زي اللاند كروزر والاف جي كروزر، نفس ماكينة الشاس، نفس ماكينة الفورتشنر. طبعا بالنسبة لنظام الجير فهو جير عادي معروف، ما يجي اوتوماتيك نهائي. الدبل طبعا دفع خلفي، السيارة اساسي حقها دفع خلفي، دفع دبل خفيف دبل ثقيل. السيارة دفرنس امامي ودفرنس خلفي زي ما انتم شايفين الدفرنس. مواصفات السيارة الخارجية أبد ما فيها مواصفات غير الشبك، حتى شكل الـ 2013 والـ 2014 ما هو الشكل الستين عام. طبعا فيها تمثال تويوتا، الجنوط طبعا جنوط شنابر اللي هي العادية، المراية كروم والطاية ألمنيوم فقط لا غير. طبعا بس فقط الصدامات ملونة عشان تفرق عن اللي أقل منه، صدامات ملونة. السيارة لا بأس فيها مواصفات داخلية، ممكن الناس ترغبها زيادة عن الباقيات لأنها قزاز كهرباء وتخشيب. طبعا فيها هوك خلفي لكن ما فيها تنكي بنزين. طبعا نجي على صرفية الوقود زي ما انتم ملاحظين، تويوتا موتور كروبشن لاند كروزر مصندق 4.0 لتر. طبعا بكل لتر بنزين يمشيك 7.9، يعني اللاند كروزر 6 سندر هذا يوفر اكثر منه بنزين لان الماكينه حقته الجديده، هذا للاسف الماكينه القديمه. طبعا صوت التك تك تك فلشر واصل لين هنا، طفيه. طبعا السياره ريموت اخواني الكرام، هذا هو ريموتها موجود، هذا هو موجود ريموتها. السيارة طبعا زجاج كهربائي، الظاهر مراية يدوية، إلا مراية يدوية ما هي كهربائية زي انتم ملاحظينها، مراية يدوية. تخشيب طبعا، مقاعد زي انتم ملاحظين بيج قماش. بسم الله ندخل جوا السيارة نشغلها ونتكلم عن مواصفاتها. في برضو واحد يجي الحين يقول مكيف ليش شغلت سيارة جديدة، هذه انا قلت لكم اللاند كروزر عيش 20 سنة، هذه تعيش 40 سنة باذن الله. موديلات 75 الى الان شغلت ما شاء الله تبارك الله. عموما اخوة الكرام نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية، قلنا لكم زجاج كهربائي فقط مع التخشيبات الداخلية. المفاجأة ان ما في لا سي دي لا يو اس بي ولا شيء، عندك راديو تسمع راديو وبس، مالك شيء ثاني حبيبي. اغلب الاخوة الكرام اللي يحبون السيارات هذه بيروح على طول يركب لها مسجل او الشاشة، ما راح يخليها على هذا الحال. مراتب متصلة ما هي منفصلة، ما في تكاية، مراتب متقابلة. ما صراحة ما عندي يعني ما عندي حل اني افك المراتب الحين اوريكم اياها، لكن كل الاخوة يعرفونها. السيارة هذه 7 ركاب ما هي 5، تاخذ 4 من ورا و3 من قدام بالراحه، يعني فيها مو بسبع احزمه امان من ورا اصلا غير محسوبه الاحزمه، لكن من قدام الظاهر فيها 3 احزمه امان فقط لا غير. سعر السياره 106000 ريال 2016. في بعض الناس يقول لي يا اخي لا غير صحيح، هذه مو 2016، بنوريكم بليتة السياره 2016. اتوقع انها وارد اليمن، الاصل حقها وارد اليمن لان اخوة اليمنيين طبعا اهل اليمن معروفين لهم شوي ذويقه في الجيوب، يعني تلقاهم عادي ما عنده مشكله ياخذ ستاندر، بس اهم شيء ونش وطربال وخرابيط. طبعا ما جاء الطربال في السعوديه لان اجواءنا ما تسمح، لكن اجواء اليمن في اعتقادي انها تسمح بالطربال. سلام سلام، شوفوا هذه حتى يفا ايش فيها هذه، لا ايوه والله تعبانه
مو بنقول لكم قويه قويه حيل الشماسات بالقوه عشان تسحبها. صراحه غريبه غريبه. لحظه شوفوا مره كلاسيك، سياره كلاسيكيه يا جماعه الخير. تقول بس والله الجماعه حطوا ماكينه وغير ومكيف وبس، شيء ثاني ما تعنوا فيه ابد. حط لهم بس حط لهم اشياء اساسيه وخلاص. حتى المسجل الجماعه مخلين سي دي، ما ادري يعني الى الان. حتى المفروض والله الراديو ما حد يتسمع، المفروض مو موجود، شايلين مخصمين قيمته. مواصفات الامن والسلامه طبعا، سيره فيها اي بي اس ولا فيها شيء، ايرباج وثلاث احزمه امان فقط لا غير، حتى فتحه تبريد بالدرج ما فيها، يعني السياره حقت هواتها حقين البر وحقين الجبال فقط لا غير. اتمنى يكون عجبكم الفيديو السريع 5 دقائق، والله كثير فيها برضو لان ما فيها اي مواصفات. المفروض نقول محرك 4000 جير عادي وبس، شيء ثاني ما فيها. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون دعم القناه اخواني الكرام بالاشتراكات واللايكات. اتمنى اللي عجبت السياره يحط لايك، واللي ما عجبت السياره برضو يحط لايك دعما للقناه ودعما لي شخصيا، عشان انا يعني قناتي تصير من الكويسات في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.